عمل الملك عبد العزيز طيب الله ثراه على دفع عجلة التنمية الشاملة منذ أن أسس المملكة العربية السعودية. فلرؤيته الثاقبة أيقن بعد توحيد البلاد أن العلم هو ما يدفع الأمم والشعوب للرقي. فتبلورت هذه الرؤية واقعا مشرفا متمثلا بجامعة الملك سعود التي حظيت بدعم متواصل من أبنائه الملوك البررة، بدءا بمؤسس هذه الجامعة الملك سعود، ثم دعمتها حكمة الفيصل واستراتيجية الملك خالد فمعرفة الملك فهد، وصولا إلى ملك الإنسانية الذي بذل وما زال يبذل الكثير لدعم هذه الجامعة وتطويرها، حرصا على توفير أرقى مستويات التعليم العالي لأبنائه وتحقيق تنمية وطنية شاملة. فأثمر هذا الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة خيرا لأرض الوطن. أرجوكم تجتهدوا لطلابكم، هذا اللي اجتهدوا لهم بالعلم واجتهدوا لهم الحب الوطن، حب الرب عز وجل قبل كل شيء والوطن. وقد تبنت الجامعة في مرحلتها الحالية رؤية جديدة تتمثل في تحقيق الريادة العالمية من خلال شراكة مجتمعية لبناء مجتمع المعرفة، حيث أطلقت مجموعة من برامجها التطويرية لتحقيق ذلك، منها معهد الملك عبدالله لتقنية النانو الذي شكل فريق علمي عالمي لمجلسه العلمي ومن بينهم 3 علماء حاصلين على جائزة نوبل. كما أسست الجامعة أيضا معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة وبرنامج الأمير سلطان العالمي للمنح البحثية المتميزة. وانتم ان شاء الله مخلصين والاباء لكل طلاب المملكه، نعمل 10 ملايين سنوي. الله يجزاك الله يطول. وبتوجيه من امير الحكمه الامير نايف بن عبد العزيز، تم اعتماد برنامج الامير نايف لدراسات الامن الفكري من اجل تطوير واثراء المعرفه كمفهوم لمقومات التنميه المستدامه. نحن الان بدانا مع جامعاتنا وخصوصا مع جامعه الملك سعود في تفريغ عدد من الباحثين ليبحثوا وضع استراتيجية فكرية أمنية، وكذلك أوجد كرسي لهذا العمل. ومن أجل بناء شراكة مع القطاعين العام والخاص واستثمار موارد الجامعة البحثية وتفعيل البحث العلمي داخل الجامعة. لقد تزايدت أهمية نشاطات البحث والتطوير خلال القرن 20 الماضي نتيجة لما أحدثته تلك النشاطات من تقدم اقتصادي وخدمي في الدول المتقدمة. وعلى ذلك كان من الضروري البحث عن أسلوب الربط الوثيق بين مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الإنتاج المختلفة في القطاع الخاص، لما في ذلك من تحسين نوعية المنتجات ودعم لقدرات التنافسية على المستوى المحلي والدولي. ومن هذا المنطلق أنشأت الجامعة وادي الرياض للتقنية ومشروع حاضنة الرياض للتقنية لتقوم بتطوير الأفكار الإبداعية واحتضانها في مجال التقنيات المتقدمة. ولدعم مسيرة البحث العلمي تم اعتماد مشروع أوقاف الجامعة الذي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز بتولي منصب رئيس لجنة أوقاف الجامعة، حيث أثمرت جهوده حفظه الله بجمع نحو 1.5 مليار ريال لهذا المشروع، ويتوقع الانتهاء منه في نهاية عام 1431 للهجرة، علما أن الجامعة تهدف من مشروع الأوقاف إلى جانب تنمية مواردها الذاتية إلى تقديم فلسفة جديدة للعمل الخيري في مملكة الإنسانية، متمثلا في الوقف التعليمي ابتداء بالحديث النبوي الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولما يمثل البحث العلمي من أهمية للجامعة، تم إنشاء برنامج مراكز التميز البحثي الذي يمول من قبل وزارة التعليم العالي، وقد حرصت الجامعة على تطوير أداء طلابها، لذا فقد اعتمدت السنة التحضيرية من أجل تأهيل طالب محترف يتميز بأخلاقيات عالية. ولضمان حقوق الباحثين أنشأت الجامعة برنامج حقوق الملكية الفكرية لتسجيل براءات الاختراع، حيث سجلت الجامعة المرتبة الأولى بين الجامعات العربية في تسجيل براءات الاختراع. ودعما لتلك البرامج البحثية وتطويرها،
تعاقدت الجامعة مع 14 عالما من الحائزين على جائزة نوبل العالمية، وذلك كخطوة أولى ضمن برنامجها استقطاب علماء نوبل في جامعة الملك سعود. ومع فخر الجامعة باحتضانها أكثر من 90 كرسيا علميا بحثي، تجسد مفهوم الشراكة المجتمعية، ومنها كرسي الأمير سلمان للدراسات التاريخية والحضارية الذي وجه حفظه الله بإنشائه لما لتاريخ الجزيرة العربية من أصالة عريقة تستوجب المزيد من البحث والتدوين، وذلك بشراكة بين دارة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود. ويعتبر الكرسي رافدا علميا يشجع الحركة البحثية في التاريخ الوطني وبحوثه ودراساته. ولبرنامج الكراسي إنجازات وأعمال أثبتت نجاح هذه المبادرة في جامعة الملك سعود، فهناك حوالي 200 ورقة علمية منشورة من برنامج الكراسي، منها 150 في الـ ISI و15 براءة اختراع مسجلة عالميا وخمسة اكتشافات علمية. كما نجح برنامج كراسي البحث أيضا في استقطاب 170 باحثا و145 عالما، بعضهم يحمل جائزة نوبل وآخرون ممن يشار إلى بحوثهم بكثافة عالية. واستفاد من برنامج كراسي البحث ما يزيد على 400 طالب وطالبة من درجة البكالوريوس يعملون ضمن أبحاث الكراسي، و120 طالب ماجستير ودكتوراه تجرى أبحاثهم في كراسي بحثية مختلفة. وقد وقع برنامج كراسي البحث ما يزيد عن 94 من عقود شراكات محلية وعالمية، ويعمل فيه 350 عضو تدريس. ولتحقيق مفهوم الريادة العالمية بدأت الجامعة بمشاريعها الاستراتيجية، حيث تم تدشينها من قبل خادم الحرمين الشريفين بميزانية تزيد على 14 مليار ريال، منها 11 مليار ريال من ميزانية الدولة رعاها الله، وأكثر من 3 مليارات ريال من التبرعات والهبات واستثمارات القطاع الخاص في مراكز البحوث والتطوير. وهذه المشاريع الاستراتيجية هي: مشروع وادي الرياض للتقنية والذي يمثل بوابة المملكة نحو اقتصاد المعرفة، مشروع أبراج أوقاف الجامعة الذي يعتبر أول وقف تعليمي من نوعه في المملكة، ومشروع المدينة الجامعية، ومشروع استكمال توسيعات المدينة الطبية الجامعية، ومشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس، ومجموعة مباني الكليات للطلاب. واليوم أصبحت جامعة الملك سعود بكل اعتزاز فخراً لمملكتنا الحبيبة وصرحاً من صروح التعليم العالي، حيث تبوأت مكانتها العالمية محققة تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، متجاوزة كل العقبات وصولاً إلى نخبة الجامعات العالمية، حيث صنفت ضمن أفضل 500 جامعة عالمية حسب التصنيف العالمي المرموق شنغهاي، مسجلة دخولاً تاريخياً في هذا التصنيف والجامعة العربية الوحيدة فيه. وكان قبل ذلك حصلت الجامعة على المركز الأول على المستوى العربي وفقاً لتصنيفي الوبو ماتريكس الأسباني والتايمز البريطاني. وتدرك الجامعة أن تصنيف العالمي ما هو إلا وسيلة نحو تطوير برامجها التعليمية والبحثية. إن هذا كله من أجل أن تسهم الجامعة في جهود الدولة رعاها الله لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يحقق تنمية مستدامة تكفل مستقبلاً زاهراً وآمناً للأجيال. جامعة الملك سعود نحو اقتصاد المعرفة.